كالعادة في صباح الخير يا مصر، بنروح لمدينة العالمين الجديدة ونتعرف على أبرز الفعاليات الخاصة باليوم في مهرجان العالم عالمين. دلوقتي هنعرف أبرز الفعاليات اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله من زميلنا محمود جميل اللي موجود هناك. صباح الخير عليك يا محمود، إيه الأخبار عندك؟ صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير عليك يا منى، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحياة الأخبار حلوة وجميلة وبتزداد في حالة البهجة اللي موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة بالنسبة لكل الزائرين اللي بيقبلوا على الفعاليات اللي موجودة الحقيقة. وخلينا أقول لك كمان أنه يعني على مدار اليومين اللي فاتوا كان في حالة انبساط كبيرة جدا لدى الزائرين والمترددين، ويمكن امبارح تحديدا لاحظنا حالة الإقبال اللي موجودة على المنطقة الترفيهية لحضور الفعاليات الثقافية وعروض التنورة وعروض فرق الفنون الشعبية، اللي الحقيقة لازالت كل سنة فرق الفنون الشعبية بتبهرنا بالأداء طبعا اللي بتقوم به الفرقة وبحالة التفاعل والاستمتاع اللي بتكون موجودة. والحقيقة احنا بنعيش بقالنا تقريبا 3 أيام من وقت ما بدأ المهرجان الثقافي فعالياته، بنعيش سهرة فنية لذيذة جميلة في وسط طبعا حالة الطقس الحلوة اللي موجودة في مدينة العالمين وفي وسط الأبراج وطبعا بوسط البحر ومية البحر الجميلة في مدينة العالمين الجديدة. فامبارح كنا مع فرق التنورة وشفنا كمان عدد كبير من الأطفال اللي كان موجود، ويمكن دي حاجة مهمة جدا ان خلاص الأسر بدأت ان هي تقبل على فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ويمكن دي طبعا بداية بقى لبدء فعاليات مهرجان نبتة وهو مهرجان الأطفال اللي مخصص للأطفال تحديدا في النسخة الثانية. ويمكن يوميا بنشوف مدى التجهيزات اللي بتتم في المنطقة الترفيهية وفي منطقة الأطفال. بدأنا بالكيدز إيريا ولسه في طبعا بعض التجهيزات الأخرى اللي موجودة خاصة للمسرحيات اللي هتكون خاصة بالأطفال، ومكان المسرحيات اللي هيكون خاص بالمسرحيات اللي هيشارك فيها عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دنيا سمير غانم. فبالتالي احنا في تجهيزات لازالت مستمرة لاستقبال الفعاليات القادمة. خلينا اقول لك ان احنا الاسبوع ده طبعا هيكون اسبوع قوي جدا جدا في الفعاليات اللي هتبدأ من النهاردة مرورا ببكرة طبعا بالحفلات الغنائية اللي كل الناس مستنياها. خلينا نبدأ بالنهاردة وايه اللي هيتم. طبعا احنا عندنا الاول رياضة الباراموتر احنا شغالة على مدار اليوم، وخلينا اقول لك كمان ان الناس بدأت ان هي تقبل على هذه الرياضة علشان تخوض التجربة وتخوض المغامرة وتستمتع بالطيران في سماء مدينة العالمين الجديدة. فالرياضة دي لازالت موجودة. عندنا كمان الحيوانات الأليفة في النورث سكوير، المنطقة اللي بنتواجد بها حاليا، هيكون أيضا موجود لتقديم كل الخدمات الترفيهية للحيوانات الأليفة وتحديدا الكلاب، علشان كل اللي هيجي مدينة العالمين الجديدة يقدر ان هو يسيب الحيوانات الأليفة الخاصة به، يستمتعوا كمان بالأجواء اللي بتتعمل لهم هنا في مدينة العالمين الجديدة. لكن احنا النهاردة كمان هنبدأ فعاليات رياضية، هيكون عندنا ماتش بدل النهاردة بالليل في منطقة الألعاب الرياضية بين كابتن أحمد حسن وكابتن سيد معوض. وخلينا أقولك متوقعين كمان أن يكون في حضور كبير جدا جماهيري لتشجيع اللاعبين كابتن أحمد حسن وكابتن سيد معوض، وكمان في ناس يعني بتحب طبعا رياضة البدل فهتكون موجودة لو هي حابة تمارس طبعا وتلعب بدل، بالإضافة بالطبع إلى كل الألعاب اللي موجودة في مدينة الألعاب الرياضية اللي تم تجهيزها على أحدث مستوى وكمان في وقت قياسي جدا. السنة اللي فاتت المدينة دي ما كانتش موجودة، فاحنا في سنة كاملة تم تجهيز المنطقة دي والمدينة دي لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير واستيعاب كمان أكبر عدد من الفعاليات الرياضية المختلفة. هيكون عندنا الفولي بول، عندنا الباسكت بول، عندنا طبعا كرة القدم، عندنا كل الألعاب اللي هتكون موجودة خلال الفترة القادمة. ده بالنسبة طبعا للفعاليات الرياضية. لكن خلينا أقول لك بقى الحدث الأبرز طبعا واللي كل عشاء القيصر كاظم الساهر بيستنينه، هي حفلة كاظم الساهر اللي هتكون بكرة إن شاء الله يوم الخميس على اليو أرينا في مدينة العالمين الجديدة. خلينا أقول لك إن أنا عرفت كمان إن في تجهيزات
جهازات واستعدادات خاصة جدا للحفلة دي، هتكون موجودة في منطقة الأرينا، سواء بتجهيز الستيج، بتجهيز الإضاءة، بتجهيز كمان أماكن استقبال الجمهور والزائرين، بوابات الدخول. في استعدادات خاصة للحفلة دي، وخاصة كمان في تفاعل كبير جدا بعد ما الصفحات الرسمية الخاصة بالفنان كاظم الساهر أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجولة العالمية أو الجولة القادمة للقيصر القادمة ستكون من هنا من مدينة العالمين الجديدة، وهيكون في ميكس حلو قوي ما بين الأغاني القديمة والأغاني الجديدة للقيصر. فبالتالي بكرة هيكون عندنا استعدادات خاصة لاستقبال الحفل، وخلينا أقول لك كمان الناس متحمسة جدا لما بنسألهم عن حفلة كاظم، مستنيين في اللي حجز التذاكر، وفي خلاص اللي يعني بيسأل عن طرق الحجز، فمتوقعين بكرة تكون حفلة كبيرة جدا جدا وحضور أكبر طبعا لكل الناس اللي جاية عشان تستمتع بفعاليات مهرجان العالم عالمين. وبالتأكيد هنتابع معاكم كل ما هو جديد في الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو شاذلي ومنى. كل الشكر ليك يا محمود على كل هذه التفاصيل طبعا، واحنا عارفين بقى كاظم الساهر والرومانسيه والدباديب، وبنحبك يا كاظم، والاجواء دي طبعا هيرجعونا ليها زمان. لو انت تفتكري كده حفلات كاظم الساهر كانت دايما كلها عايز اقول لك كمان منا اللي كان محمود بيتكلم عنه دلوقتي في وجود نجوم الجيل الذهبي لكره القدم. السنه اللي فاتت لما كانوا عاملين دوري صغير كده كان في اقبال كبير جدا من الناس، كله كان بيتفرج، كان الدخول مجاني وكله كان بيستمتع لمجرد انك تشوف حتى النجوم اللي ياما متعونا بالكوره وانت شايفهم قدامك لايف، تنزل تتصور معاهم بعد المباريات. كان جو لطيف قوي السنه اللي فاتت.